تعرفت فيه أمواجه تروما يعني ممكن يبقى ميكانيكال أو خبر تبقى تروما كيميكال زي ما قلنا برضه مثلا أسيد ميكانيكال ميكانيكال هايبر سنسيتي او ايميونولوجيكال يعني زي ايه بس كده اول ما اعرفه الله يرحم باباكم حتى يبقى مننا ناس بتجيله حساسيه في الحوض ناس بتجيله حساسيه في الموز ناس بتجيله حساسيه من ادويه معينه يبقى ده نوع من ايميونولوجيكال الانفلاميشن تنقسم الى ثلاث انواع اكيوت انفلاميشن كرونيك انفلاميشن ما بين الاثنين اكيوت انفلاميشن يعني التهاب حاد يعني مره واحده يبقى الاونست رابيد اونست وبياخد شورت ديوريشن دي زي اللي بتحصل لنا فين في التونسلز في الفارنكس فاكرين على الشتا هتلاقوا كل وجعني مره واحده ايه اوكي ده اثناء الوادو كونستريكشن ده الملايه
تاني ونخش في مرحله اسمها برضو دايلاتيشن. لا لما تلبس اللي يبقى كده وبعدين يحصل له برضو دايلاتيشن اللي يبقى كده، يبقى بالمنطق كده يعني هيكون الدم هنا هيبقى اكتر والدم هنا هيبقى اكتر. حصل ايه
increase the intravascular hydrostatic pressure. The hydrostatic pressure is even for it. With osmotic pressure timer, the chip. Okay? Then the key is increase blood flow, the chip is vasal dilatation, other increase with intravascular hydrostatic pressure. You can pay a lot of the latter. لو زيادة عن اللزوم أو البكتيريا أو الفيروس اللي عمل الانفلاميشن أكثر من ال هو من الفلويد لكن هي الإنزيمة دي أو الفلويد دي فيها بلازما ولا لا؟ بلازما هي أكثر حاجة فيها بلازما فبالتالي بيبقى فيه برين أنتي بودز من الأنتي بودز أو فيها أنتي بودز يبقى فيها انتي بودي تقدر تعمل انتي بودي ريأكشن وتقضي على البكتيريا او الفيروس او وات ايفر الفوز اللي عمل لي انفلاميشن صح ولا لا؟ طيب الفلويد ده بي دايلوت التوكسين لو في بكتيريا طالعه بتطلع التوكسين يدايلوت التوكسين طب لو مفيش توكسين بيدايلوت الايفكت اوف بكتيريا لما يبقى عندي مثلا عدد في بكتيريا في جزء معين مفهوش فلويد كتير او 100 بكتيريا في عاملين مثلا في 200 300 سي اي احسن طبعا لما يحصل ده يبقى اول افكت بتاع الفلويد ده ان هي بيبرينج انتي بودي عشان يحصل هشام مش شايف منك حاجه يا عم انزل يا عم تحت شويه اغرف الكرسي اغرف الكرسي كده مفيش مكان قدام يا عم انت اللي انزل بس تحت شويه انزل تحت شويه كده والله ما حاول شيء كده تمام المره اللي فاتت حكينا هو بلد
اوكي زي كده بيمشي عليه حاجات. ايه الحاجات اللي بتمشي عليه؟ هنقولها دلوقتي. اول حاجه بيدايلو البكتيريا توكسيك بيجي انتباط الدقيق ده في بلازما او هو الكونتينر اللي بيتسلم. ثالث حاجه بما ان في بلازما الفايبرينوجن كده فايبرين هنعرف فايدته ايه في الانفلاميشن وفايدته ايه في الريبير بعد الانفلاميشن. وبيجيب لي كيميكال ميديت بيجيب لي كيميكال ميديت اللي قلنا في الكل لايك تاني حاجة هي أنتي بودز. تالت حاجة هي فايبرين. أول حاجة فايبرين ده يكسر عليها الفايبرين ده. رابع حاجة إنه لما بيكسر كده بيبقى يبني لأن بعد الإنفلاميشن ما يخلص يحصل ريبير. وبيجي نيوتريانت يعني غذاء للإنفلاميشن عشان تقدر تشتغل الشغلانة الحصول على الفلويد الفلويد اللي عرفنا الفانكشن ده. يبقى احنا قلنا دلوقتي كم حاجه ثلاثه اتكلمنا عن حاجتين وقلنا حاجه. ايه الحاجه الثالثه؟ الانفلاماتوري بقى الفلويد الفلويد الانفلاماتوري السيل ده اكسوبي. اوكي يعني الانفلاماتوري الفلويد 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 اللي هو معظمه ايه؟ بلازما. انفلاماتوري سيلولار اكسليت يعني سيل. اوكي طيب ايه السيلز بقى تفتكروا؟ مين السيلز المهمه عشان الاميونيتي بتاعتي وتدافع عني؟ الوايت سيل او الوايت بلاد سيلز. طيب قبل كده هنقول ايه فين بتاع ال يعني لو انا فاكر ان في حاجه في الموضوع ولا ايه حاجه عندنا بتتصرف عن طريق ايه الانفكت. اوكي بتتصرف عن طريق ايه الانفكت. ماشي عشان كده بقى لو حد لا قدر الله عنده مثلا تيومر او حاجه وضاق على الانفكت بتلاقي اللي بيطلعها درين من عن طريق الانفكتس دي تلاقيها بقت ورمة فيها انزيمة كتير لان انا كأني قفلت المركز بتاعتي. لكن الطبيعي ان اي فلويد اكسوديت بعد ما ينظف المكان ويظبط المكان ويموت الميكروب ويغسل ايه ويحفظ الفير والكلام ده كله مش هيفضل الانزيمة موجودة. لازم ايه يحصل لها ابزوربشن فلو الالتهاب وصل كان كبير قوي اكثر من مقاومته او هو في الاول بيبقى ايه يا جماعه؟ يعني احنا مثلا لما بيجي لنا جرنا بيوجعنا مش بعد شويه بنلاقي الفيتامين دي وجعتنا ده نتيجه ايه؟ ان الانزيمه اللي حصلت راحت متصرفه ووصلت للنور. اوكي؟ بنعمل بقى من ساعتها احنا ب مثلا انتي بايوتيك اي حاجه البكتيريا اللي وصلت للنفس. فانا نسيت برضه اقول كلمه ان اي التهاب بيتحط له البريفكس اي. اوكي
مره للتانيه. يعني عندي التهاب في الابندك، ابندسايتس، فارينج، فارينجايتس، دونتن، تونسيلايتس وهكذا. ف لما يحصل انفلاميشن في الليمف فيسلز فيها لينفانجايتس، ولما الانفلاميشن او البكتيريا دي بتصاب بالفيروس الليمف نود على الضغط،
وبعد كده نزل طار وبعد نيجا وبعد كده قال اتدخن عايز اطلع بره، عايز اطلع بره عايز اهاجم، يبقى ايه بي سويت جوه الى بره. اوكي مين اللي بيعملوا انفليشن؟ اني الوايت ديزيز والاكيوت انفليشن. احنا بين وايت ديزيز في انواع كتيره، النيتروفيل مكروفيل الزيروفيل اكثر في النيتروفيل المشهوره او اللي هي ربنا خلاها هي الجروب الواحد النيتروفيل والماكروفيل. طيب ممكن تقول ايه؟ انا هقاوم. اوكي؟ وبعد ما اقعد نص ساعه مرة كمان أطلع بره. حفل بقى بيجي يقول لك طب ليه لا أنا كمان أطلع. بس دول ما لهمش أي رول في الإنفورميشن يعني إيميجريشن أوف ذا آر بي سي. يبقى يا جماعة لو في الميكروفيل دايما لما بنمشي Thank you.
دكتور معلش ممكن بس بعد الصبي. طب وصلت معايا المرحله انه هيحصل الصوت طب كده احسن يعني. طيب هنقول بقى يبقى هي من اول الكيمو تاكس زي المقربة شوية. الاول السيلولر اكسوديت ان الوايت ديسيز هيسيبوا منتصف البلاد فيسل ويروح رايحين على البريفري يبقى اسمها مارجينيشن. تمام. بعد كده يحصل ادهيج. بعد كده يزهقوا ولازم يطلع بره يبقى اميجريشن. اوكي. وهما بيعملوا اميجريشن شويه ار بي سي كمان تعمل معاهم اميجريشن ما لهمش اي لازمه في الدنيا بس حبه منهم بيعرفوا. لما تطلع بره يبقى هتطلع بره تروح فين؟ هدفها ايه؟ انتوا قلتوا لي تقتل البكتيريا يبقى لازم تروح ناحيه البكتيريا. كلمة انها تروح ناحية البكتيريا دي يبقى اسمها كيمو تاكسس. اوكي. لما بتروح ناحية البكتيريا هتلزق في البكتيريا. طب ايه اللي بيساعدها انها تروح ناحية البكتيريا؟ بيحصل انه بيبقى عندي فايبرين. الفايبرين ده جاي من مين؟ جاي من البلازما اللي كانت اوريدي طلعت لي من الاول بره. والبلازما دي فيها كومبلمنت 5 وكومبلمنت 3 برضه بيساعدوني على الكيمو تاكسس. اوكي. طيب والممبرين البراني بتاع النيوتروفيل في حاجه اسمها فوسفولايبيز انزايم. لما بيحصل له ستيميليشن بيحصل له ستيميليشن. لما بيحصل له ستيميليشن بيطلع لي كالسيوم كتير. لما يحصل تطليع للكالسيوم كتير يحصل ان الموفمنت تزيد فيروح اسرع واسرع ناحيه البكتيريا. يبقى الكيمو تاكسس ات از يوني دايركشنال موفمنت اوف نيوتروفيلز او وايت بلاد سيلز تو ذا بكتيريا ان اوردر تو ادهير تو ات. It is stimulated or activated by complement C5 to C3, الفايبرين اللي بيمشي عليها والفوسفولايبيز انزيم which will be stimulated. So it will elevate the level of the calcium. والليفل of the calcium لما بيزيد يزود ال. تمام كده؟ فهمتيها؟ وصلنا لغاية ان النيوتروفيل راحت عند ايه؟ عند البكتيريا. انتوا عارفين ايه لما خلص البكتيريا ولا لا؟ لا لا. معجبين بيها ولا ايه؟ عاوزين ده تخلص من البكتيريا. يبقى عايزين نعملها ايه؟ تاجو سايتوز. عاوزين تاكل. اوكي؟ نعمل حاجة دي. خلاص؟ يبقى لازم يحصل ريكوجنيشن اند اتاتشمنت بالبكتيريا. يعني نعرف نوع البكتيريا دي ايه وكل بكتيريا ليها حته معينه او ريسبتور معين. يبقى ريكوجنيشن اند اتاتشمنت اوف ذا بكتيريا. مين اللي بيساعد الكلام ده؟ حاجه اسمها اوبتون. فبنسميها اوبتونايزيشن. الاوبتون ده زي ايه؟ زي ما روبيك مثلا نعمل بلو كده على ورقه ونحط ونلف عليها حاجه بتتزق اسرع ولا لا؟ يبقى اعتبروا ان الاوبتمن ده مساعد للزق. يبقى ريكوجنيشن اند اتاتشمنت. طيب بعد شويه يحصل ايه؟ طب انا اتعرفت عليك يا اهلا وسهلا انا عايزك يبقى ايه؟ يحصل انجلفمنت. يعني النيوتروفيل تعمل برضو تعمل زي الاميبا كده وتعمل سودوبول. اوكي. وتروح مدخلالي جواها البكتيريا. يبقى البكتيريا دخلت جوه النيوتروفيل. يعني مثلا دي النيوتروفيل ودي البكتيريا ولازقه بايه؟ لازقين مع بعض بايه؟ بالاكسجين. ماشي. تروح تعملي كده بتعملي كده
خلاص طلعت لي السودوكود، وبعد كده رحت هتلاقي دي على دي، وده خلاص هتلاقي دي. يبقى كده هي عاملها ايه كاتش، دخلتها جوه. اوكي لما هتدخلني جوه يعني انجلفمنت بالسودوكود، هيحصل الحته دي بقى اسمها تاكو زون. يبقى الحته اللي فيها البكتيريا اسمها تاكو زون. اوكي لما تتحد مع فين الخلايا فيها لايزوزوم، لما تتحد التاكو زون مع اللايزوزوم يبقى اسمها تاكو لايزوزوم. اوكي اللايزوزوم انزيم فايدته ايه في الدنيا لما خدوه ده بيعمل ايه؟ ديجراديشن. يبقى هيحصل ديجراديشن، هتكسر لي البكتيريا. يبقى الديجراديشن ده يا اما هيبقى اوكسجين اندبندنت ميكانيزم اللي هو عن طريق اللايزوزوم بيطلع لي انزيم بيكسر البكتيريا، او اوكسجين اندبندنت ميكانيزم يحصل روتيشن اوف هيدروكسيد ودي بتكسر لي البكتيريا. اوكي يبقى اخر خطوه في تكوين السيلولر اكسونين الفاجوسايتوزس. فاجوسايتوزس يعني يحصل ريكوجنيشن واديشن، ثم انجلفمنت، ثم ديجراديشن. انجلفمنت ازاي؟ عن طريق سودوكود تطلع وتروح مواكلاني البكتيريا. يبقى البكتيريا دي اسمها دلوقتي فاجوزوم، تيجي اللايزوزوم تلزق فيها اسمها فاجو لايزوزوم، فتكسر لي البكتيريا. وممكن يبقى في حاجه ثانيه اسمها اوكسجين ديبندنت ميكانيزم، ده سوري اوكسجين ديبندنت ميكانيزم يحصل لي ان يتكون هايدرو بيروكسايد، والهايدرو بيروكسايد هو اللي نفسه اللي يكسر لي البكتيريا. ايه الثلاث حاجات اللي بتبقى فيه الانفلاميشن بتحصل لي؟ لوكال تيشو دامج بيحصل في النص ايه؟ نيكروز وفي البريفري خلاص؟ النيكروز بتطلع لي كيميكال ميديوت تاني حاجه
هتعمل ايه؟ مارتيني بالصوت والمارت، وبعدين هتيجي بعد كده الابن ايه؟ بعد كده كي كانسر يعني راح ليه نفس الفاكتيريا، وبعدين تاخد الفاكتيريا وبعدين بعد كده يحصل ديزرت. فقط هيكون ستوب يتكون من اول ريكوجنيشن واتاتشمنت و اندوكمنت و بيجرام. خلاص؟ اقول لك بره بعد كده ماشي بره. اوكي انا هفتح لك يعني لو شفتوا كده دايما بشرح لكم ان حاجه هتؤدي الى حاجه، حاجه هتؤدي الى حاجه، فلو غيرنا هتلاقينا ايه؟ مش محتاجين ان احنا نعرف. كيميكال ميديتورز انا عايزه بس ان احنا نعرف الفانكشن المجمل بتاعها من كل نوع وهما انواع، من كل نوع هناخد الدبل. اوكي؟ ايه بقى الـ end of acute الابندنس في الا البراكتس. ايه اللي مش عايز يحضر ما يحضرش، لان اللي هيحضر غصب عنه هيزعق اللي جنبه ويتكلم معاه، واللي جنبه ممكن يبقى عايز يسمع، فملهاش اي لازمه انك تحضر لو انت مش انترست. اوكي؟ بس بقى تقدر تقول لي يا دكتور انا مش فاهم اي حاجه، طب بس معلش تفهميني ايه؟ ولا انا ولا المعلمين هقول لهم كمان ان هم يتعلموا. لكن لو انت اكتف والمساعد كويس كده جاوب عليا وبتعمل تحت امرك في اي وقت. اوكي؟ خلاص؟ احنا اكتف خالص اكتف. نتكلم نيوكوسايد. نيوكوسايد او الوايت ديزيز بصفه قليله بنسميها نيوكوبينيا، ولما كده كتيرة بنسميها ليوكو سايتوز. اوكي؟ طب تفتكروا وانا عندي اكيد انفلاميشن، انا عندي سايتوزيس ولا عادي؟ ليوكو سايتوزيس. انا عندي سايتوزيس، ده كل مرض تاني بيبقى شغال. هو خلصت ورا ايه؟ كل مرض انا بسميه مصنع الار بي سي هو هيشتغل لي في الخط ليه؟ لان انا مش مستجاب. اوكي؟ هيبقى عندي ليوكو سايتوزيس. هيبقى عندي فيبر ولا مش هيبقى عندي فيبر؟ ممكن هيبقى عندي فيبر، لانه بيبقى فيه كيميكال بيأفكت بيأثر على الهايدروكسيلابس ويعمل الكيميكال بتاعة كده مش وحشة، يعني احنا بنخلط كده الورق ده الورق معرفش ايه، هو وحش ان هو يسخن 40 او 41، لكن في الرينج 38 والكلام ده كويس، ده الدليل ان الاميون سيستم بتاعي شغال والوايت سيستم بتاعتي شغاله والكيميكال ميديتور بتاعتي شغال. اوكي؟ حاجه بس السيمبتوم والتايم بتاعي ما تبقاش قاعد ورا تاني. السيمبتوم معناها الاعراض، والساينس يعني اني انا بشوفه لما اعمل اكزامينيشن للبيشنت. ايه رايكم هيبقى في ايه؟ هوتنس فانا ولا لا؟
ريد سويرنج او ايديما دي طبعا في لوس اوف فانكشن ولا لا؟ في لوس اوف فانكشن. طب انا ايدي تضرب لوس اوف فانكشن يبقى عندي بين ولا لا؟ يبقى عندي بين. ليه؟ لان الايديما لما بتضغط على السنسوري نيرف بتاعت المنطقه دي فبتؤدي الى البين. طب ايه نهايه الاكيوت انفلاميشن؟ ايه نهايه الاكيوت انفلاميشن؟ كلنا في حياتنا تعرضنا الى التهاب حاد في اي جزء من اجزاء جسمنا. ايه النهايه؟ لو انا الفور بتاع كويسه ريزوليوشن. يعني ايه ريزوليوشن؟ يعني يا دار ودخل الشر ولا كان كان عندي اي التهاب. اوكي؟ لو هيحصل لي ريجريشن وهيلينج يعني هتسيب لي اثر، هتسيب لي علامه. اوكي؟ هنعرف العلامه دي لما نبتدي نشرح في الريبير والهيلينج. يبقى يحصل لي ريجريشن وهيلينج. دي المنطقه دي يا جماعه اللي بتبقى بنسميها بتبقى سب اكيوت. احنا قلنا اكيوت كرونيك وبين الاثنين دي اسمها سب اكيوت. يعني ايه؟ يعني اول ما مناعتك تقل او بطل اكل كويس او مش عارفه ايه هبتدي اجيب تاني الاكيوت انفلاميشن. ثالث حاجه لو زي ما اتفقنا البكتيريا قويه جدا جدا او اي نوع من القرد قوي جدا وانا الكيميائي بتاعي ضعيفه او باخد ادويه مثلا بتضعف مضطره ان انا اخدها بتقلل المناعه. اوكي؟ عامله زرع الكبد زرع كيلة بس بقى في زرع قلب في حد يعني الحمد لله ممكن يبقى حد عنده ايدز او كل ده بيقلل من الميون. اوكي؟ هيحصل سبريد اب. هو ده اللي بيحصل فيه ايه؟ سبريد اب سبريد. يبقى يا اما حوالينا المنطقه اللي انا فيها ده بسميها هاي سبريد خلصت المنهج ولا لسه؟ خلصت المنهج ولا لسه؟ الأكيوت إنفلاميشن بتتأكد إلى سابيراتيف إنفلاميشن يعني فاست فورميشن يعني التهابات صليبية حتى وصلت فين؟ سابيراتيف إنفلاميشن يعني نو فاست فورميشن. الأكيوت سابيراتيف إنفلاميشن بترجع تتأكد إلى لوكالايز نرجع تاني للسابيراتيف نقسمها الى لوكالايز
طب ده اشمعنى حصل هنا لوكاليزيشن وهنا ما حصلش لوكاليزيشن؟ على حسب البكتيريا اللي بتعمل لي الانفلامبيشن. يعني عندي ستافيلوكوكس اوريس وستريبتوكوكس هيموليتس الاثنين يعملوا لي فضل، يبقى الاثنين يعملوا لي صدرات الانفلامبيشن. لكن الستافيلوكوكس ده بيعمل لي حاجه معينه، بيعمل لي لوكاليزيشن فبيعمل لي أكس. يبقى الأكس دايما due to staphylococcus inflammation. أصلا ده بيعمل لي طلع انزيم تاني ما بيعملش لوكاليزيشن، بالعكس ده بيعمل لي spreading factor، فبيعمل لي حاجة اسمها inflammation. أوكي؟ Thank you.